أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث عن إجراء تمرين وهمي صباح غد الأربعاء تشارك فيه الجهات المعنية بوزارة الداخلية والوزارات الأخرى ومؤسسات خدمات الطوارئ. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة النقيب حمد أسوار منسق التمرين الوطني. نقيب حمد، بداية نرحب بك. وهذا التمرين يتضمن حادث سقوط لطائرة، لو تحدثنا عن فكرة التمرين وموقعه والهدف من إجراء هكذا تمارين. يا هلا أخوي، أرحب فيك بداية وفي السادة المشاهدين. طبعا هاي التمرين ما جاء وليد اللحظة، وإنما هو ثمرة ونتاج عدد من الاجتماعات على جميع الأصعدة، وتفعيلا لتوجيهات المجلس الأعلى للدفاع المدني برئاسة سيدي رئيس الأمن العام، وذلك من خلال حصر الأخطار المحتملة وعمل خطط وسيناريوهات للتعامل معها ثم اختبارها بتمارين. طبعا التمرين الحالي يهدف إلى إدارة الأزمة الناجمة عن سقوط طائرة على حي سكني. راح يتم تطبيق هاي التمرين بمنطقة الحج مجمع 102 بمحافظة المحرق. راح يكون هناك 23 جهة مشاركة و600 مشارك. نعم. طيب نقيب حمد، يعني تعاون المواطنين هو بلا شك أمر أساسي في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التمرين. هل لك أن تشرح لنا كيف يتحقق ذلك، ويعني ما هي أهمية تعاون المواطنين في يعني تحقيق النجاح لهذا التمرين؟ لا شك أن تعاون المواطنين والمقيمين يضمن نجاح هاي النوع من التمارين اللي تهدف في المقام الأول إلى حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وكذلك ضمان الحد من الآثار السلبية لأي كارثة أو أزمة لا قدر الله. لذلك أتمنى من الجميع أن يتفهم ويتعاون لوصول الأهداف المرجوة لهاي التمارين، ويكون على قدر المسؤولية لضمان استمرار عجلة النمو والتطور في المملكة الحبيبة. نعم. إذن نقيب حمد سوار منسق التمرين الوطني، شكرا جزيلا لك.